يلا بعطيكم إبرة عشان الدودة تروح من بطنكم. فطامي شو رايك نسير الحديقة؟ فكرة حلوة. تعال تعال نخبر ماما. اوكي ماما ماما عاد نسير الحديقة؟ إن شاء الله يا بناتي، بس أنتظر وصول طلبية، وإذا جت الطلبية لا تفتحونها. أوكي. يلا. شكرا. شكرا. قالت ماما ما نفتح السلة، بنخليه هني. هاي يلا دعنا نروح نلعب. يلا. أريد أعرف شو دخل الصندوق. جوت سالي شو دخل؟ أريد أعرف شو دخل. ليل أبي يلا يوم حدنا أم دن ودع صرنا يوم صرنا تسمعي لا لا أسلامي شو أريد أعرف شو دخل في الصندوق. أوكي كنا تعالي بس لا تغبين لنا وفطاني بيعصبونا علينا. بروح اشرب ماي. ها حيوني جود؟ ها حيوني جود؟ شو تسوون؟ ها الصندوق؟ شو ماما قالت ما حد يفتح السله؟ بخبر ماما عليكم. بخبر ماما. صبروا صبروا بخبر ماما عليكم. بتشوفوا ويت بخبرها. ليش تفتحون السلة بدون إذن ماما؟ خلاص بخبر أمي عليكم. لا 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 دمرها يا ماما نصب عليا. يا بناتي ليش تأكلون الفواكه غير مغسولة؟ ماما بدي يعورني. ماما أمي يعورني. أكيد بتعوركم بطنكم، لازم أتصل بالدكتورة ليلى، مالي غيرها. كيف تأكلون الفواكه أمم مغسولة؟ وبعدين ليش تفتحون السلة؟ الحين بنادي الدكتورة ليلى. أسوأ يا ماما. أسوأ ماما. بطني ماما. الدكتورة وصلت. أهلاً يا دكتورة. نعم شو صار عندكم؟ كل مرة قصة يا سوالف بناتي. اسمحي لي يا دكتورة بس بناتي جوجو هيا أكلوا فواكه غير مغسولة. أوه وينهم وينهم الحين؟ تفضلي تفضلي يا دكتورة ليلى. بطني بطني ماما هذين جوجو هيا؟ ما غيرهم جوجو هيا اللي يأكلون فواكه غير مغسولة؟ لين أسفين أسفين يا دكتورة. لازم أسوي لكم إبرة كبيرة لأنكم ما سمعتوا كلام ماما وبابا. لا 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 بابا.
الفواكه الغير مغسولة تكون مو بنظيفة، يمكن فيها حشرات أو دود. هي تكون فيها حشرات وبعد دود كبير كبير، لازم تغسلون الفواكه. أوكي حبيباتي؟ أوكي. يلا بعطيكم إبرة عشان الدودة تروح من بطنكم. يلا تعالي يا هيا، بما انك الكبيرة بسوي لك ابرة. وانتي يا جوجو يلا تعالي بسوي لك ابرة. صرتي شاطرة ما تخافين. فهمتوا يا اصدقائي، لازم تاكلون الفواكه مغسولة ونظيفة. يلا يلا كلكم حطوا الحلويات، هاتوها يلا عندي عشان اروح افحصها. لا لا ما اريد، انا عامل ابرة. لا 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 لا. يا بناتي انت الصراحة انت كنت وايد شاطرين في رمضان، ما شاء الله عليكم، سمعتوا كلامي وما كليتوا حلويات في رمضان، فأنا قررت إني أكافئكم اليوم وأعطيكم حلويات العيد. شكرا ماما. شكرا. بس ها لا تكثرون حلويات. أوكي ماما. يلا انتبهوا على أنفسكم. أوكي. أنا في العيد ما حد عبرني ولا حد أعطاني عيدية أو حتى أعطاني حبة شوكولات. وين أروح وين أروح؟ لحظة قاعدة أسمع صوت. منو هذيلا؟ أسمع صوت بنات. منو هذيلا؟ يا سلام، هذيلا سوالب بناتي وياهم حلويات. هذيل البنات ما ينقص عليهم، خاصة دانا تسوي نفسها البنت الكبيرة اللي تحمي خواتها الصغار. فكري يا ليلى، كيف أخذ منهم الحلويات العيد؟ كيف أخذ حلويات العيد منهم؟ فكري يا ليلى. أها عرفت، ما في غير الدكتورة صاحبة الإبرة العجيبة. أنا الحين جاهزة، صرت أحلى دكتورة في العالم. سلام عليكم يا بنات. وعليكم السلام. أنا ليلى الدكتورة المتجولة اللي أتجول في العيد حتى أتأكد من سلامة الأطفال في العيد. شو تريدين منا؟ ما أريد شيء. أنتوا تحتاجون شيء؟ لا ما نريد. هي ما نريد شيء ولا نحتاج أي شيء. أو تليفوني يرن. ألو أهلا دكتور، تريدني أشيك على أسنان الأطفال وأفحص نوعية الحلويات؟ حاضر حالا، الحين. ها سمعتوني وانا اكلم مسؤول تطوير الابرة العجيبة، ترى لازم افحص الحلويات واشوف اذا غير مناسبة بعطيكم ابرة. لا ما اريد، انا عامل ابرة. لا كفاية دكتور في رمضان. لا ما نريد ابرة. ها خذ الحلويات، شوفي كيف الحلويات. يلا كلكم حطوا الحلويات، هاتوها يلا عندي عشان اروح افحصها. ليلى بوديها المختبر اللي ورا الشجرة. في مختبر ورا الشجرة؟ انت شكلك بعطيتش الابرة. تعالي يلا تعالي يا بنت. لا
انت شكلك بعطيش ابره، تعالي يلا تعالي. انتظروني بس. بنات انا شكلي في الدكتورة، خلونا نخبر ماما. لا 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 خلينا نروح نشوفها. لا لا يا فطامي، لازم اي موقف يصير معانا لازم نخبر ماما. خدعتهم غبيان سوالف بناتي. أي دكتورة وأي خرابيط قصيت عليهم. ماما ماما. نعم بناتي. ماما ماما ها شكلها هذه الليلة مو خادعة. تعالي تعالي شوي شوي تشوف المختبر ولا شجرة. لا بس شوي شوي. يا سلام احلى حلويات، اخيرا لقيت حلويات حلوه. يلا يلا باكل. ما شاء الله حلوه الحلاوه وايد. سوالف بنات الغبيات، حلوياتهم لذيذة. هم الوحيدات اللي ما يسمعون كلام أمهم، يأخذون من أي حد ويسمعون كلام الغرباء. خليهم يستاهلون، هذه نتيجة اللي تسمع كلام الغريب وما تسمع كلمة أمها. حلواتي حرامية. أكلك حلاوة مالي. كشفتوني. بس لحظة قبل ما تلحقوني دقيقة واحدة بس باخذ لبس الدكتور عشان اقص على ناس ثانيين. مع السلامة. يلا في طريق سهل. ارمي قلابك. وين ليلى؟ بسم الله اختفت. وين راحت؟ بسم الله اختفت. وين راحت؟ وين راحت اختفت؟ يا بناتي ليش سمحتوا لها تخدعكم؟ هي انا شكيت يوم قالت ان في مختبر داخل الشجرة. من ليلة متى بتخلص قصة الدكتورة؟ اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب ولا تنسون حسابنا الانستغرام والتيك توك والسناب شات. مع السلامة. يا أصدقائي لا تجعلوا أحد يخدعكم في العيد، واحرصوا على أنفسكم من الغرباء، ولا تصدقوا أحد ما تعرفوه، وجعل الله العيد عيد الأمان والسعادة. أهلا نحن سوالف بناتي، واليوم كانت طلعتنا في سفارة العين في حديقة الحيوانات. الرحلة كانت وايد ممتعة وشفنا الحيوانات من دون أقفاص، وصراحة أجمل ما في الرحلة هو الشخص اللي كان معانا، كان متفهم لأسئلتنا ويجاوب على كل الأسئلة، وكانت أكثر شيء فطامي تسأله ويسمع لها بكل اهتمام. ومن المعلومات اللي قال لنا أن السيارة لونها لون التراب حتى ما تلفت انتباه الحيوانات وما فيها صوت للمحرك، وقال لنا أن المكان فيه وايد أبواب للطوارئ. هذه الرحلة من أجمل الرحلات، وآخر شيء سلمنا النعامة وأكلنا الزرافة. معلومات قيمة ومكان ممتع وأشخاص رائعة.